مشاهدينا للحديث أكثر عن المحاكاة الثالثة ينضم معنا مباشرة رئيس منظمة صوتية المختصة بالشأن الانتخابية الأستاذ حسام زوين. أستاذ حسام حياك الله وأهلا بك معنا في نشرة الخلاصة. يعني بداية مطالبات عديدة بإصلاح الثغرات المكتشفة في عملية المحاكاة الثانية، أيضا رئيس الوزراء السيد محمد الشاع السوداني وجه بمتابعة هذه الإصلاحات، كيف تابعتم هذه المطالبات وأيضا الخروقات التي وجدت؟ السلام عليكم وشكرا على الاستضافة. بالنسبة للنقاط اللي حددها رئيس الوزراء في عملية المحاكاة الأولى والثانية كانت نقاط مهمة وجوهرية. غدا ستجرى عملية المحاكاة الثالثة في الساعة 10:30 في جميع محافظات العراق ما عدا أقليم كردستان. الذين سوف يشتركون في هذه المحاكاة هم موظفي المفوضية حصرا، وفي مركز المفوضية وبعض المراكز التي حددت من المفوضية. المشكلة أن بعض محافظات العراق التي تعمل بها المفوضية لم تتخذ الإجراءات الصارمة بحق الأخطاء السابقة التي وجه بها رئيس الوزراء. بصراحة النقاط التي حددها رئيس الوزراء هي نقاط إذ لم تطبق حرفيا وتجرى إصلاحات لدى المفوضية سوف تكون كارثة انتخابية. المشكلة أين؟ هل يعقل ونحن في التطور الإلكتروني أن يستطيع هاتف نقال قراءة من خلال الباركود أو الكاميرا للهاتف النقال قراءة معلومات الناخب؟ أين خصوصية بطاقة الناخب؟ هل المزورون والأحزاب السياسية التقليدية لديها خبرة في عمليات التزوير تستطيع أخذ هذه المعلومات والتلاعب بنتائج الانتخابات؟ المشكلة الثانية هي في ورقة الاقتراع. عملية المحاكاة الأولى والثانية التي جرت وغدا سوف تجري هي بورقة اعتيادية من تصميم المفوضية. نحن في كل انتخابات نتعاقد مع شركة أجنبية بخاصة بورقة الانتخابات، ويكون هناك شريط أمان وباركود أمين حتى لا تجرى عمليات التزوير. الآن بالعملية المحاكاة وأنا متأكد يوم غدا راح تطلع نفس النتائج، يعني غير صحيحة. ليش؟ لأن الورقة اللي نستخدمها بعملية المحاكاة هي ورقة اعتيادية من طبع المفوضية. أنا اليوم كنت في محافظة في مكتب انتخابات النجف، التقيت بمدير الإعلام أبلغني إن والحمد لله في محافظة النجف لم يعني في المحاكاة الثانية لا توجد هناك أخطاء كبيرة، قال تم معالجتها ولكن أيضا سوف يستخدمون الورقة الاعتيادية. الشيء الثاني عندنا التطابق، يعني من يعدون الأصوات إلكترونيا ويدويا هناك اختلاف في بعض المحافظات مثل بغداد وكركوك وصلاح الدين، هذه مشكلة كبيرة. السؤال هنا يطرح نفسه، ليش في محافظات تظهر النتائج مطابقة وفي محافظات أخرى هي نفس ورقة الاقتراع تستخدم ونفس بطاقة الناخب ونفس المفوضية تطلع نتائج مختلفة؟ إذا هناك تدخلات سياسية وتلاعب سياسي وخاصة في كركوك. تعرف أنت الانتخابات البرلمانية. طيب سيد حسام، هذا راح يجري إلى سؤال آخر. انتخابات حساسة وخاصة في كركوك. طيب سيد حسام إذا سمحت لي، يعني لم يتم تطبيق تعليمات رئاسة الوزراء بتصليح هذه الثغرات، من يتحمل المسؤولية وأيضا من هذه الجهات التي لربما تعمل على عدم مرور هذه الانتخابات بنزاهة؟ بصراحة من يتحمل هي المفوضية. المفوضية هي الجهة المسؤولة عن إجراء الانتخابات. رئيس الوزراء وفر كل الأمور اللوجستية للمفوضية. اثنين، الجهة الثانية اللي تحمل مسؤولية هي الأحزاب السياسية اللي متخوفة جدا من الانتخابات المقبلة والتغير في رأي الناخب العراقي، وشاهدناها في الانتخابات الأخيرة لمجالس النواب. الآن الكتل السياسية بعد رفضها يعني من قبل الشارع العراقي تحاول تزوير الانتخابات والحقائق، من يتدخل في عمل المفوضية؟ هناك تقصير واضح من المفوضية في بعض محافظات العراق والتدخل المباشر من قبل الأحزاب السياسية التقليدية الموجودة. طيب سيد حسام، كيف من الممكن منع وصول المال السياسي لهذه الانتخابات، منع لربما استغلال الأحزاب لهذه الثغرات وحصول الأحزاب الناشئة على فرص ربما للمنافسة؟ يعني بصراحة أنا متشائم جدا من موضوع المال السياسي. لا
لا تستطيع المفوضية الحالية ولا الحكومة ولا المنظمات الدولية المراقبة ولا المنظمات المحلية حل قضية المال السياسي. تحتاج هذه إلى ثقافة عامة لدى الأحزاب، سن قوانين تخص كيف يصرف المال السياسي في الانتخابات. الآن الأحزاب السياسية تعتبر في الفترة المقبلة معركة وجود لها، فهي تستخدم المال السياسي الأكثر الآن من إقناع الشارع العراقي في برنامجها الانتخابي أو إقناع الناس أو بمرشحيها بشخصياتها، لكن هي الآن تعتمد على المال السياسي بسبب كبير، لسببين. أولا يأس الناخب العراقي من قضية الانتخابات والتغيير والإصلاحات وامتلاك المفوضية للعفو الأحزاب السياسية لمال سياسي، لأن تعرف أغلب الآن الأحزاب السياسية لديها اقتصاديات وهي تسيطر على المشاريع في المحافظات والحكومة العراقية المركزية تسيطر على كافة المشاريع، فيتستخدم المال السياسي. والآن عندنا طريقة بسيطة الآن هم يستعملوها للسيطرة لشراء أصوات بطريقة قانونية، هي قضية المراقبين. الآن تجي للحزب الناشئ، يعني أكثر جهوده يقدر يستخدم 100 مراقب، تجي للأحزاب السياسية يستخدم 3000 إلى 4000 مراقب بسبب شنو؟ وجود المال السياسي لديها. فأعتقد في هذه الانتخابات لدى المفوضية تستطيع محاسبة الأحزاب السياسية على استخدامها للمال السياسي. يعني نعم. هل رأيت أنت منذ أول انتخابات من عام 2005 ليومنا هذا المفوضية أخرجت مرشح أو عوقبت حزب سياسي لاستخدام المال السياسي؟ يخرجون المرشح إما انتهاكا لقانون الدعاية أو مسمول بالمساءلة والعدالة أو قيد جنائي لهذه الأسباب. يعني هل نحن اليوم بحاجة إلى قوانين رادعة جديدة لا تغيير في قوانين المفوضية؟ نحتاج إلى قوانين رادعة جديدة سيد حسام؟ نعم نحتاج إلى قوانين على مجلس النواب أن يعدل بعض القوانين الخاصة بالمفوضية والأحزاب بأمور عديدة من ضمنها مراقبة الانتخابات، استخدام المال السياسي، البرنامج الانتخابي، قانون الأحزاب، هاي كلها نحتاجها في الفترة المقبلة حتى تنتج لنا انتخابات تمثل رأي الشارع العراقي. وباعتقادي يجب أن تتوفر البيئة السياسية والاجتماعية بكل الأمور لإجراء انتخابات. نحن نرغب بأن يشترك جميع الأطراف السياسية في انتخابات مجالس المحافظات، ليس من مصلحة جهة تهميش جهة أخرى في الانتخابات. يجب أن تكون انتخابات نزيهة حتى تخرج لنا بمجلس محافظة يمثل إرادة كل محافظة ولونها الاجتماعي والثقافي والديني، حتى تكون عندنا مجالس تخدم شعبها. لمن تعرف أنت المجالس المحافظات الآن عند تجميدها ولدت لنا أمرين، الفساد زاد ودكتاتورية المحافظين. أعضاء مجلس محافظة عملهم رقابي وإدارة المحافظة، الآن حتى أعضاء مجالس النواب هم الآن أكثر أعمالهم يمارسون دور مجالس المحافظات وعايفين دورهم السياسي بتشريع القوانين ومراقبة الحكومة. ليش؟ لتداخل المهام. فنتمنى أن الكل يشترك وتصير انتخابات نزيهة ونأمل بالمفوضية خيرا إن شاء الله. طيب سيد حسام، هل لهذه الثغرات أو لسيطرة الأحزاب لربما المال السياسي لربما تأثير على المشاركة من قبل المواطنين في هذا الاستحقاق، خاصة مع نسب المشاركة القليلة التي شاهدناها في انتخابات سابقة؟ طبعا راح يكون تأثير كبير. صراحة أنطيك دليل، إحنا محافظة النجف عندنا بالأصل 100,036,000 ناخب. في القانون الجديد يجب على الناخب أن يمتلك بطاقة بايومترية. بالمحافظة اللي يمتلكون البطاقة البايومترية هم 735,000. اليوم المفوضية صادقت على المحطات، عندنا 300,000 ناخب لعدم امتلاكهم البطاقة البايومترية تم حرمهم من التصويت نتيجة القانون. زين، نجي دول 700، إذا كانت نسبة المشاركة راح أكون متفائل جدا 50%، إذا راح يشتركون تقريبا 350,000 أو 375,000 نسبة إلى 1,060,000، أكثر من 3/4 رأي الناخب هو شنو؟ مهمش، لعدة أسباب: عدم ثقته بالأحزاب السياسية، عدم ثقته بالمفوضية،
استخدام المال السياسي، عدم استقرار البلد سياسيا، ومن مشاكل أمنية واضطرابات، وشفناها إحنا وصلت في الآونة الأخيرة يعني في آخر انتخابات إلى الصراع المسلح بين جهات سياسية. هاي شنو هاي؟ جهة تطعن بالانتخابات وجهة تتقبل الانتخابات. إحنا نتمنى تكون مفوضية مستقلة بعمل مهني، وخلنا نتعاقد مع شركات عالمية. طيب يعني نشوف الدول المتطورة. طيب حسام، هذا جاب لي السؤال، يعني ماذا، هل هناك حاجة لتدخل منظمات مجتمع دولي، ربما مراقبين دوليين، لمراقبة هذا الاستحقاق المقبل؟ والله احنا ندعو المنظمات الدولية، منظمات المجتمع المدني، جامعة الدول العربية لمراقبة هذه الانتخابات وكتابة تقارير دولية لعملية الاقتراع حتى نخلص من الخروق. الآن احنا عندنا مشكلتين، مشكلة الأجهزة والنتائج، والمشكلة الثانية الخروق اللي جاي يصير بيوم الانتخابات. بصراحة حتى أكون منصف، يعني أنا صار لي 5 سنوات 6 من خلال منظمتي عندي تواصل مع مكتب انتخابات النجف. يعني أقل محافظة عراقية بيها تشكيك في النتائج ومشاكل هي محافظة النجف. لدينا مكتب انتخابات جيد جدا يعمل بمهنية، لكن ليس مقياس النجف فقط. نتمنى من جميع المحافظات العراقية 15 اللي راح تشترك بالانتخابات المقبلة لمجلس محافظة أن تكون بمهنية عالية. وأكو أمور تسهل عملهم. الآن عندنا مثال بسيط، يعني إحنا عدد المحطات قلت، عدد مراكز التسجيل قل، عندنا ما راح تنتخب 18 محافظة فقط 15 عدد الإقليم. الإقليم تعرف انتخاباتهم في العام المقبل في شهر شباط. رئيس الوزراء حدد أمرين، أمر الأول الأمور المالية، أطلق جميع الأمور المالية لموظفي الاقتراع. اثنين، جاي يشخص الأمور اللوجستية والفنية اللي تخص المفوضية ويطلب معالجتها. فنتمنى معالجة هاي الأمور حتى نروح النتائج إيجابية تخدم مصالح الشعب العراقي. طيب أستاذ حسام، ماذا عن المطالبات لرئيس الوزراء شخصيا بالتدخل لمراقبة هذه الانتخابات ووضع فرق لربما؟ طبعا تعرف انت السلطه العليا في البلد هو رئيس الوزراء. احنا يعني كمنظمات مجتمع مدني نطالب من رئيس الوزراء ان يدعم المنظمات في مراقبه الانتخابات، وان يشرف هو شخصيا على مراقبه الانتخابات، وان لا تجير الامور سياسيا. تعرف الان بصراحه خلينا نقول رئيس الوزراء محسوب على جهه سياسيه، زين، قد هناك تاثيرات عليه او ضغوطات سياسيه من قبل الاحزاب التي اتت به الى السلطه لغرض وضع أو تغيير بعض النتائج. لكن بصراحة النتائج الأولية اللي شفناها من رئيس الوزراء مع المفوضية هو متعاون جدا في قضية إطلاق الأموال وقضية التشخيص في النقاط. على رئيس الوزراء أيضا يوم غدا سوف تجري المحاكاة الثالثة، إذا كانت هناك خروقات فيجب أن تتدخل الحكومة العراقية شخصيا، وأن تتدخل المنظمات الدولية المشرفة والمساعدة للعراق في الانتخابات لغرض إنهاء هذه المشاكل حتى لا نؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. وضحت الفكرة. رئيس منظمة صوتي المختصة بالشأن الانتخابية الأستاذ حسام زوين، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل.